تشوفهم منا ومنا تقرا بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا في كل مكان أحييكم من جديد في هذا المساء الكبير. أحييكم متابعينا في كل مكان يا من تتابعون هذا المهرجان، يا من تتابعون هذا التراث العربي الأصيل. رياضة الهجن عراق تتجدد وإرث وعطاء ونماء هنا في مملكة العز والمجد والفخر. تتواصل انطلاقاتنا لهذا المساء في يوم اللقاية شوطنا الثامن للقعدان اللقاية العام. تعلن انطلاقة وتعلن انطلاقة هذه الطموحات التي تسير نحو أهدافها التي رسمتها في طريق القمم بهمم عالية بهمم كبيرة من أجل تسجيل بصمة في صفحة التاريخ. أتقدم مباشرة مع أول المراكز مع عالي الذي يتقدم في المكان العالي الذي يتقدم في المكان التي تتجه له الأعين والأنظار، ولكن حدث تغيير من المرزم. المرزم يغير في هذه الأثناء ويتقدم بالشعار الأصفر، يتقدم من أجل الانتصار ويبدأ مبكرا بهجومه. يتقدم الكواري يقدم لنا المرزم خالد بن محمد بن محمد آل الشيخ الكواري، يقدم لنا شعاره يسير مع المركز الأول، ولكن حدث تغيير آخر أيضا من أجل إرضاء المحبين. يتقدم مزعل، يتقدم حزام بن زيد بن انديلة، من يقدم لنا مزعل يتسلل إلى المركز الأول، يتسلل إلى المكان الذي يحبه الجميع الذي يرضي الجميع، المكان المستهدف. بينما المركز الثالث انتقل لأتابع هنالك غزلان وعبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري، من يقدم لنا غزلان الذي يحتل المركز الثالث في هذه الأثناء. بينما المركز الرابع وصل الدرع، وصل المهيري الذي يريد أن يقلص المسافات ما بينه وما بين القمة، يأتي مع شعار خالد بن حميد بن حارب. المهيري من يقدم لنا الدرع، يأتي محاربا مقاتلا من أجل الانتصار ومن أجل النوماس. أيضا وصل في هذه الأثناء، وصل وتقدم الريم علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، يظهر في هذه الأمطار، في أمطار. سلام يا سلام يا سلام، هي المنافسة، هكذا مجريات الشوط ما بين شد وجذب. البحر الذي تتلاطم فيه الأمواج ما بين مد وجزر، ما بين الشعارات، مركز يتغير وآخر يبدل مع الشعارات التي تنطلق وتبدل مراكزها باستمرار بحثا عن القمة ومن أجل الفوز ومن أجل المكان الذي أنت فيه يا راعي مزعل يا بن انديلة. أحزام بن زيد بن محمد بن محسن بن انديلة من يتقدم مع المركز الأول ويسير مع الانتصار. يسير أحزام، يسير بن زيد من أجل إرضاء المحبين والعشاق، ولكن حذاري من صايب. وصل سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، يصل الدرعي بالشعار الأبيض والنجمة السوداء التي تسطع في وسط هذا الشعار. يريد أن يكون هو نجم هذا الشوط، يريد أن يكون هو البطل لهذا الشوط، حيث أنه بدل في هذه الأمطار. Whoa.
الودي منذ البداية وحتى هذه اللحظات، ما زال المركز الأول يتغير ما بين الشعارات، يتبدل باستمرار إلى خط النهاية، ولكن يدعي ستحافظ على هذا المكان بعدما الرحال في أكثر من موقع وفي أكثر أن صايب سوف يجيبنا في الأمطار القادمة، ولكني أرى الشعارات بدأت تصل، وصل الريم مع المركز الثاني ليصل علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري، ومزعل 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 بدأ يعود إلى مقدمة الشوط. نشاهد وإياكم متابعينا الكرام هذا الحوار ثنائي ما بين مزعل وما بين صايب، الكل انطلق من أجل خطف هذا الانتصار، الكل انطلق من أجل الانطلاق والمسار السليم، من أجل أن يطلق سهام التحدي، من أجل أن يصيب قلب الانتصار، ومن أجل خطف هذا النوماس الغالي في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. ولكن الدرعي يعود إلى الصدارة في بدرع منيع، بدرع متين من أجل المحافظة على صدارته. ولكن مزعل مع المركز الثاني، وبدأت الشعارات تتحرك، وبدأ يقترب الدرع، والظهري بدأ يعود في مجريات هذا الشوط، ويظهر الكتبي مع الفاتن ويصل من أجل خطف الانتصارات بعدما تألق هذا الشعار في يوم الأمس وحضر في الأشواط الماضية. ها هو يريد أن يخطف الانتصارة والانتصار، ولكن الدرعي ما زال مع المركز الأول، ما زال مع صايب، وحتى هذه اللحظات أصبت المكان، ولكن بقيت أمتار قليلة من أجل أن تصيب الهدف، من أجل أن تخطف النوماس. مزعل يعود يا حزام يا بن زيد يا بن ديلة، من سيرضي محبينه، من سيرضي عشاقه بهذا الانتصار الغالي؟ ولكن احزام بن زيد بن نديله مع الانتصار، مع مزعل يقتل الانتصار ويرضي جميع المحبين والعشاق. احزام بن زيد بن نديله سلامي عليك يا راعي. مزعل هذا الفوز والانتصار، المركز الثاني سعيد بن عبد الله بن سعيد الدرعي مع صايب، المركز الثالث حضر في علي بن حمود الظاهري مع الريم، المركز الرابع إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، هكذا كانت المنافسة شيقة ومثيرة إلى الأمتار الأخيرة، إلى الرمق الأخير. ولكن مزعل لا يزعل محبينا وعشاقه، دائما ما يكون حاضرا في الموعد ليرضي من يعشقون ويدعمون هذا الشعار والمحبين. يا بن نديلة أحزام بن زيد بن نديلة بالفعل يخطف الانتصار ويسجل هذا الأداء الجميل وهذا الأداء الرائع مع لحظات الفوز والانتصار. التوقيت الزمني ولحظة الوصول ومسافة 5 كيلومترات، 7:35 82 جزءا من الصايب مع المركز الثاني سعيد بن عبد الله بن سعيد الدرعي، 7:36 17 جزء من الثانية، المركز الثالث الفاتن لراشد بن علي بن عبيد الكتبي 7:37 43 جزءا من الثانية، المركز الرابع حضر في الدرعي خالد بن حميد بن حارم المهيري، والمركز الخامس غزيلان وعبد الله بن سعيد بن محمد بن سعيد المري. إذا تهانينا والف مبروك لمالكي مزعل لحسام بن زيد بن محمد بن محسن بن نديلة، بالفعل كان حاضرا بن نديلة ليخطف هذا الانتصار الثمين ويذهب بالسلام لمحبي وعاشقي هذا الشعار. تهانينا والف مبروك، وما زالت الأشواط مستمرة وما زال للحديث بقية في هذا المساء الرياضي الرائع والجميل في هذه الأجواء الغائمة والممتعة في هذا اليوم الذي نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار
خير وبركة ورحمة للبلاد والعباد. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، شوطنا القادم هو الشوط التاسع وهو الخاص بالبكار اللقاية وبصوت الزميل عون الهاجري، فأنا نتمنى للتوفيق ولكم